بسم الله. حقيقة أحداث كنيسة صول، بداية القصة اكتشاف علاقة محرمة بين رجل متزوج مسيحي وامرأة متزوجة مسلمة، أدى إلى قيام أهل هذه المرأة بالاشتباك مع هذا الرجل المسيحي، مما أدى إلى تدخل بعض الناس لفض هذا الاشتباك، وذلك يوم الخميس الموافق 28 من فبراير 2011. وفي اليوم التالي رؤي هذا الرجل المسيحي المدعو أشرف لبيب، وقد حاول تحرير محضر بواقعة الاشتباك، مما أدى إلى ازدياد غضب الشباب هذه العائلة، فقرروا تأديبه، وذلك بالضرب المبرح حتى لا يتكرر مثل هذا. وفي هذه الليلة بدأ الشباب بالذهاب إلى بيته فلم يجدوه، فقرروا حرق سيارته انتقاما منه، فانتشر الخبر في القرية، فتسارع الناس إلى موقع الحدث. ولما حاول إخوة هذا الرجل المسيحي التدخل لمنع الاعتداء على سيارة أخيهم، دخلوا في اشتباك مع شباب القرية الذين بدأت تزداد أعدادهم شيئا فشيئا، مما أدى إلى إصابة إخوته بإصابات شديدة نتيجة الضرب المبرح. فتدخل بعض المسلمين لحمايتهم حتى لا يؤدي ذلك إلى موتهم، وأخذ الشباب السيارة وقاموا بحرقها على قارعة الطريق العام. ثم حاول بعض الشباب الغاضب أن يعتدي على بعض ممتلكات المسيحيين، فتصدى لهم الأهالي، فكانت المحصلة هي حرق سيارة المدعو أشرف لبيب وإصابة إخوته الاثنين إصابات بالغة. وكانت هناك حادثة مماثلة بين رجل مسيحي متزوج واسمه مجدي عياد وله بعض الأولاد، وبين امرأة مطلقة مسلمة، قد وقعت هذه الحادثة منذ أشهر ولم يوضع لها حل حتى الآن، مما أدى إلى وجود شجار عائلي بين أفراد عائلة هذه المرأة المسلمة المطلقة. فتذكر بعض الشباب الغاضب لهذه الواقعة وحاولوا الانتقام من هذا المدعو مجدي عياد، فذهبوا إلى محل اكسسوار تابع له وقاموا بإحراقه، بالإضافة إلى سيارة تقطن بسيارة معمل تقطن بجوار هذا المحل التابع له. فقام المسلمين بإطفاء هذه النيران، وحاول بعض الشباب إتلاف بعض ممتلكات المسيحيين، فتصدى لهم أئمة المساجد. هذه الأحداث كلها في يوم الثلاثاء 1 مارس 2011. وجاء يوم الخميس فاجتمع عدد من مشايخ القرية وقاموا بالاتفاق مع كبار المسيحيين على بعض البنود، وهي كالآتي: طرد كل من مجدي عياد وأشرف لبيب وأسرتهما، منعا للفتنة ولتهدئة ثورة الشباب. 2، عدم إحداث ضوضاء في أفراح المسيحيين وذلك أثناء تأدية صلاة المسلمين. وقد وافق الطرفان على هذه الأمور، وقام مشايخ القرية بتحريض أئمة المساجد على أن تكون خطبة الجمعة تركز على سماحة الإسلام. وفي يوم الجمعة الموافق 4 من مارس
2011 تكلم الخطباء على المنابر بحث المسلمين على روح التسامح وحرية العقيدة وعدم الاعتداء على الغير، تأسيا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بمقررات الشريعة الإسلامية. وبعد صلاة الجمعة أثير خبر مقتل أبو الفتاة صاحبة الحادثة القديمة وابن عمها الذي كان يحاول قتلها دفاعا عن شرفه، فأصيب هو وأخوه قتل وأصيب أخوه. وبعد الانتهاء من تشييع جثمان ابن عمها تجمهر بعض الشباب الذين يستغلون مثل هذه الأوقات الحرجة والحساسة، وقرروا الذهاب إلى كنيسة القرية لأنهم اعتبروها مسؤولة عما يحدث في القرية بسبب تسترها على هذين الرجلين صاحبا الواقعتين وعدم الاستجابة لمطالب أهل القرية. فحاول بعض أئمة المساجد والمشايخ منعهم والتصدي لهم، ولكنهم لم يستطيعوا صدهم بسبب كثرتهم. فقام الشباب بدخول الكنيسة وإتلاف محتوياتها، فذهب بعض أئمة المساجد وأخرجوا من كان بداخل الكنيسة، وكانوا 4 رجال بينهم قسيس الكنيسة، وأشعل هؤلاء الشباب الغاضبين النار في الكنيسة. فقامت قوات الدفاع المدني بإخماد الحريق، وذلك في الساعة الثانية مساء وقد حضرت بعض قوات الجيش. وفي الصباح حدثت بعض التجاوزات من هؤلاء الشباب واستولوا على منزلين أمام الكنيسة وقاموا بهدم حوائط الكنيسة وإزالة معالمها.